السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب. معكم مصطفى الصعيدي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم في الجزء الرابع والأخير عن سرد الأحداث التاريخية الاقتصادية في فترة ما بعد 1939 ووصولا إلى أكبر عملية نصب في التاريخ، وهي فك ارتباط الدولار بالذهب بعد اتفاقية بريتون وودز. أنا المفروض كنت أعمل الحلقة دي وخلاص مكان السلسلة كلها، لكن كنا هنضيع أحداث كتيرة جدا كانت لازم إنها تتحكي علشان الصورة والمنظور الأكبر يوضح للناس. المهم لو ما شفتش الحلقة الأولى والتانية والتالتة فياريت إنك توقف الفيديو ده وترجع تشوف الثلاث حلقات الأول، علشان الحلقات كلها مرتبطة ببعض ومبنية على بعض، وعلشان الصورة كلها توضح عندك بالتسلسل. وكالعادة لايك وسبسكرايب وكوباية القهوة بتاعتك وركز معي. ووصلنا إلى حدوث سنة 1939 وبداية الحرب العالمية الثانية. في الفترة دي معلومة كده على جنب، كان الرئيس الأمريكي هو فرانكلين روزفلت، والعلم الراجل ده كان رئيس الأمريكا الأربع فترات متتالية، وده على عكس العرف السائد في الوقت ده. ما كانش فيه قانون رسمي بيحدد مدة الرئاسة، لكن اللي هي مدة الرئاسة انه من فترتين ورا بعض، لكن كان فيه عرف كده من أيام جورج واشنطن ان الرئيس الأمريكي ليه فقط فترتين. حتى بعد كده اي رئيس كان بيحاول ان هو ياخد اكتر من فترتين كان بيخسر. الوحيد اللي عدى باربع فترات كان روزفلت، على الرغم من انه كان رئيس مشلول وقعيد. المهم بقى سيدي ان روزفلت كان رايه في الفتره دي ان امريكا لازم تشارك في الحرب العالميه الثانيه، وكان بيضغط على الموضوع ده في الكونجرس الامريكي، لكن الكونجرس كان رافض تماما فكرة مشاركة أمريكا في الحرب، وكان مفضل إن هو يفضل بعيد. والراجل ما صدق إن الاقتصاد بدأ إن هو يتحسن مرة تانية، فإيه اللي دخلني أساسا الحرب وأنا مش محتاجها دلوقتي؟ وفي الفترة دي البنوك ما كانتش بتضغط قوي على الكونجرس علشان يدخل الحرب، لا لسه الحرب في بدايتها، فسيبهم شوية لحد ما نعرف الكفة هتروح لمين بالظبط. لما هتلر ودول المحور بدأ يكون ليهم الغلبة والانتصار على بريطانيا وفرنسا، هنا المصرفيين بدأوا انهم يقلقوا. ليه؟ لان دول الحلفاء وخاصة بريطانيا كانت مقترضة من امريكا، ولو بريطانيا ودول الحلفاء خسروا في الحرب يبقى مين اللي هيدفع القروض ومين اللي هيدفع الفوائد بعد كده؟ الموضوع ده كان مخوفهم جدا جدا. لذلك بدأ الضغط مرة تانية من قبل روزفلت على الكونجرس، واللي خلى بعد كده الكونجرس انه يوافق ويأمن على دخول الحرب لما اليابان اعلنت انضمامها لدول المحور وضربت ميناء بيرل هاربر. وفي اللحظة دي الكونجرس قال خلاص الموضوع انتهى، لازم ندخل الحرب. ودخلت امريكا الحرب رسميا في اواخر سنة 1941 بداية 1942، وبدأت الكفة تميل الى انتصار الحلفاء مرة تانية وتراجع دول المحور في النهاية. اثناء الحرب بقى بداية من 42 ل 44 كانت امريكا وبريطانيا بدأوا ان هم يشتغلوا على اصلاح الجانب الاقتصادي، وطلعوا لنا في النهاية باتفاقية بريتون وودز، وده كان حدث عالمي كبير شاركت فيه اكتر من 44 دولة. 730 مندوب عن الدول دي استمر لمدة 21 يوم. امريكا بقى قامت جايبة الدول دي كلها وقالت لهم انا عندي اكبر احتياطي من الذهب او الغالبية من احتياطي الذهب، والدولار بتاعي مقاوم بالذهب، فانتوا خلوا العملات بتاعتكم مقاومة بالدولار اللي هو مقاوم بالذهب، يعني انتوا في النهاية برضو العملات بتاعتكم هتبقى مدعومة بالذهب، واحنا بقى هنعمل مع بعض شوية شغل حلوين وهنعمل لكم صندوق النقد الدولي وهنعمل لكم البنك الدولي، وبعد شويتين مثلا ممكن نعمل لكم منظمة التجارة العالمية، وهتستفادوا وهنفيد بعض وهيكون اقتصاد عالمي جديد بنظام جديد. ده طبعا بالبلدي كده اللي حصل فيه الاجتماع ده. لكن الدول دي بقى ممكن حد دلوقتي يسألني سؤال ويقول لي طيب الدول دي ايه اللي يخليها انها توافق على حاجة زي كده؟ هقولك الدول دي ما كانش في ايديها اي حاجة تعملها غير انها توافق. غالبية الدول دي مديونة لامريكا وكانت لسه محتاجة قروض تانية علشان تعمل اعادة البناء ما بعد الحرب للمدن اللي اتدمرت. لكن الاتحاد السوفيتي ما دخلش عليه الموضوع ده كده وما بلعش الموضوع خالص، ورفض انه ينضم للنظام الجديد، وده لعدة اسباب، اهمها ان الاتحاد السوفيتي في الوقت ده كان منتصر في الحرب ودولة عظمى عندها مواردها اللي بتغنيها عن مساعدة امريكا، وكمان لان الاتحاد السوفيتي بعد الحرب تقريبا كان عاوز يعمل هو كمان نظام نقدي. بس بصراحة المعلومة دي انا مش متأكد منها، لو حد عنده تأكيد او نفي المعلومة ممكن يشاركنا بيها في الكومنتات. اوكي، الاتحاد السوفيتي خرج من المعاهدة ومرضاش ان هو ينضم الى النظام الجديد. طريق السلامة انت بقى بعدها بكم سنة اتفكك الاتحاد السوفيتي،
فكر انت بقى مع نفسك وابدأ ابحث في الموضوع ده. والنظام الجديد كان شغال زي الفل لحد ما وصلنا الى الستينيات، وفي الفترة دي اشتدت الحرب الفيتنامية، وهنا بدأ الامريكان يصرفوا ببزخ. فالدول المشاركة في اتفاقية بريتون وودز بدأت انها تقلق وتحسب لامريكا المصاريف. ما احنا برضو مش قاعدين كده نايمين، يعني كان في حاجة غلط بتحصل. اتاري بقى الامريكان مشغلين مكنة الطباعة ومفيش حد واخد باله من الموضوع ده. لكن اللي خد باله وبدأ انه يتكلم كان الرئيس الفرنسي شارل ديجول، بدأ يقلق من الموضوع ده، فبدأ ان هو يبعت السفن بتاعته لامريكا، اللي هو والنبي لينا عندكم شوية ذهب كده هاتوهم، بس هنخلص بيهم حوار كده ونرجع لكم الذهب تاني، احنا مأمنين، بس ادونا الذهب بتاعنا. الموضوع ده خلى دول تانية تبدأ تقلق، والكل بدأ ان هو يبعت السفن بتاعته لأمريكا علشان ياخد الذهب بتاعه. نيكسون قام طالع قال يعني انتوا كلكم كده عليا ولا ايه؟ قام قال لك ما بدهاش بقى. قام طالع في حديث تلفزيوني وقال انا فكيت ارتباط الدولار عن الذهب. الكلام ده كان سنة 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar in the gold or other reserve assets. وهنا يا معلم كانت الكارثة الكبيرة على الاقتصاد العالمي. حضرتك معاك ورق ملوش أي قيمة، والذهب كله موجود عند أمريكا. أمريكا لازم تلقى حل، لازم تلقى حاجة تانية تكون قوية بنفس قوة الذهب تدعم بيها الدولار. في الوقت ده قدرت أمريكا إنها تتوصل إلى اتفاق مع السعودية بإنها تبيع النفط مقابل الدولار، والسعودية بدورها وهي أكبر اللاعبين في منظمة الأوبك قدرت تقنع باقي الدول المصدرة للنفط بإنها تبيع النفط مقابل الدولار، وبالتالي اللي عايز نفط لازم يشتري الدولار الأول. في الوقت ده كان العالم كله عارف قيمة النفط قوي بعد ما الملك فيصل الله يرحمه قطع الإمدادات عن أمريكا ودول أوروبا اللي كانت بتساعد إسرائيل في حرب أكتوبر 73، وبالتالي ظهر لنا مصطلح جديد اسمه البترودولار وانتهى معيار الذهب. في النهاية ده كان ملخص لما حدث منذ نشأة أمريكا ثم نشأة الدولار ومحاولات كبار العائلات المصرفية للسيطرة على الاقتصاد الأمريكي أولا ثم الاقتصاد العالمي ثانيا. وأي رئيس أمريكي كان بيحاول أنه يقف قدام العائلات دي أو النظام المصرفي ده كانت بتكون نهايته الموت. ولعل آخرهم كان الرئيس كينيدي اللي لما فكر في إصدار دولارات نقدية مدعومة بالفضة ما فيش شهر أو شهرين بعدها على طول وتم اغتياله. ممكن يكون في أسباب تانية الله أعلم. المهم شوفوا الأربع حلقات كاملين وابدأوا ابحثوا أنتوا كمان، وهتلاقوا المصادر كلها في وصف الفيديو، وسامحونا لو لقيتوا أي أخطاء، بس يعلم ربنا أنا حاولت على قد ما أقدر أني أتحرى الدقة في كل معلومة قلتها. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير علشان القناة تكبر ونستمر نعمل فيديوهات أكتر وأكتر. بس كده، شكرا.